بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. من راوي الحديث؟ راوي الحديث أبو هريرة، وأبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر على الصحيح من أقوال العلماء، وقد اختلف في اسمه على عدة أقوال، والصحيح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي من الدوسيين، من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم، روى أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في سنة وفاته، فقيل سنة 7، وقيل سنة 8، وقيل سنة 59 للهجرة، قيل 57، قيل 58، قيل 59 للهجرة، أي عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقارب 46 عاما أو أكثر. وفيه، أي في صحيح البخاري، قام أي صعد على الصفا. وقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك، العشيرة عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون الأقربون، بنو أبيه يعني إخوانه، أبناء عمه، أبناء جده، نعم الأقرب. والأقربون أي الأقرب، فالأقرب منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، المعشر الجماعة. وقوله: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، أي أو قال كلمة نحوها. كلمة هنا بنصب كلمة، أو كلمة، كلمة منصوب على أنها معطوف على ما قبله، أي قال كلمة. هذا شك من الراوي، راوي شك هل قال يا معشر قريش أو يا بني عبد مناف، ما تأكد الراوي بالضبط، فأتى بلفظة يحتار فيها، يقول أو كلمة نحوها. هذا شك من الراوي، والشك على قسمين في الرواية: شك يقدح في الحديث، وشك لا يقدح في الحديث. هذا يعني محله في كتب مصطلح. وقوله: اشتروا أنفسكم، أي خلصوها من العذاب، وذلك بتوحيد الله وطاعته، ولا تعتمدوا على شرف النسب، ولا تعتمدوا على شرف النسب، لأن الأنساب يوم القيامة ما ستنفع ابن آدم كما ينفعه، ما ستنفعه الأنساب، وإنما سينفعه عمله. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. وقوله: لا أغني عنكم من الله، أي لا أدفع عنكم عذاب الله، لا أدفع عنكم عذاب الله، هذا رفع لما قد يتوهم
أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته، يعني يريد أن يبين لهم ويعلمهم ويعلمهم أنني وإن كنت قد أشفع لبعض الناس لكن لا تظنوا أنني سأغني عنكم من الله شيئا، إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وقوله لفاطمة سليني من مالي، أي لأن هذا الذي أقدر عليه، أي لأن هذا الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، ما كان من أمر الدنيا فهو يقدر عليه، يعطيك شيء من ماله من كذا، أما أمر الله وأمر الآخرة فلا، يعني أمر الله عموما فلا قدرة له عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله في كتابه الكريم أن ينذر قرابته أنه قام ممتثلا أمر ربه، فنادى قريشا ببطونها ونادى عمه وعمته وبنته، نادى العباس، نادى عمته صفية، نادى فاطمة، فأنذرهم نذارة خاصة، نذارة خاصة، لأن هذه نذار الخاصة، وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أنذر النذارة الخاصة، معروف أن الإنسان الداعية قبل أن يبدأ مع الناس يبدأ بقرابته أولا. وعلى هذا فليس في الآية دليل على أن دعوته خاصة بالعرب، لأن بعض النصارى استدل بهذه الآية على أنه مرسل إلى العرب، قال هذا دليل على أنه مرسل للعرب، ليس مرسلا لنا، يعني ليس مرسل للنصارى يعني. وهذا الكلام باطل. ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال هذه النذارة الخاصة قبل النذارة العامة، الذي يريد أن ينذر أناسا كثيرين يبدأ بقرابته، فليس في الأمر تعارض إن شاء الله تعالى. فأنذرهم، أنذر قرابته نذارة خاصة، وأمرهم أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بتوحيده وطاعته، وبلغهم أنه لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا إذا لم يؤمنوا، فمجرد قربهم فبمجرد قربهم منه فإنهم لا ينتفعون بذلك. ومناسبة الحديث للباب أن فيه أنه لا يجوز أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وغير النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من المنازل العالية والدرجات الرفيعة يعني لا يجوز أن يطلب منه شيء إلا ما يقدر عليه من أمر الدنيا، وهو لا يقدر على جميع أمور الدنيا، يقدر على ما يقدر عليه سائر البشر من أمر الدنيا. إذا كان لا يجوز أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فكيف يطلب من غيره ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى مكانة ومنزلة. فلا يجوز أن يطلب شيء إلا من الله سبحانه وتعالى. ففيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. انظر الدليل، يعني من أين، يعني من أين استنبط الشيخ رحمه الله تعالى. فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى تفسير الآيتين، آية الأعراف، آية الأعراف، وقد سبق ذلك في أول الباب، والاستفهام فيهما أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكار. وكذلك سبق تفسير الآية الثالثة آية فاطر،
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الثانية قصة أحد، يعني المسألة الثانية التي يستفاد من هذه النصوص قصة أحد، أي حيث استفدنا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شج وجهه. الشج ما هو؟ الجراحات الخاصة في الوجه. الثالثة قنوت سيد المرسلين، قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقنت يطلب من الله وخلفه الذين هم الصحابة سادات الأولياء، لأن الولي هو المؤمن التقي، ولا شك أن أرفع الناس إيمانا وتقوى بعد الأنبياء هم الصحابة، فهم سادات الأولياء، فهم سادات الأولياء رضي الله تعالى عنهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو والصحابة خلفه يؤمنون، كلهم يدعون الله ويفتقرون إلى الله. هذا درس أنه أننا يعني نلجأ إلى الله ونعتصم به سبحانه وتعالى، ولا نلجأ إلى أحد من الناس من البشر. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. أراد المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وأصحابه هم سادات الأولياء، ومع ذلك يلجؤون إلى الله سبحانه في كشف الكربات. ومن كانت هذه حاله فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكربات؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مرت عليه شدائد، منها هذه الشدائد التي يعني في غزوة أحد، أنه شج وجهه، كسرت رباعيته، ومع هذا كان يلجأ إلى الله سبحانه ويدعو الله. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، مدعو عليهم الدعاء على شخص، عندنا داعي يدعو وعندنا مدعو عليه. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على من؟ على كفار. من أين يؤخذ أنهم كفار؟ من قوله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذب، أو يتوب عليهم شاهد أو يتوب عليهم. فهذا دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية، أنهم كفار، لأن الكافر يحتاج إلى التوبة. قد يقول قائل لماذا ما نقول مثلا هم عصاة مسلمين؟ ما كان في ذلك الوقت إلا يعني إما أن يكون الشخص مؤمنا وإما أن يكون كافرا فقط، ما كان هناك قسم ثالث. ومن المعلوم أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفارا، كانوا كفارا، ثلاثة: صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، الحارث بن هشام. أخو الحكم بن هشام أخو أبي جهل، الثلاثة هؤلاء ماذا حصل لهم؟ أسلموا، سبحان الله، أسلموا وحسن إسلامهم. صفوان بن أمية صار من خيرة الصحابة، صحيح أنه لا يدرك منازل السابقين الأولين لكن صار من فضلاء الصحابة. وسهيل بن عمر الذي كان ناطق قريش في صلح الحديبية، المتحدث باسمهم، والحارث بن هشام وقت الدعاء كانوا كفارا. فهؤلاء كانوا كفارا ومع هذا أخبر أنه ليس له من الأمر شيء. الخامسة
أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم، فعل به منصوب والعامل هو المصدر، وحرصهم على قتله، ومنها أي مما فعله هؤلاء التمثيل بالقتلى، مع أنهم بنو عمهم كلهم من قبيلة واحدة، ومع هذا يعني فعلوا بالمسلمين أفعال شديدة عظيمة جدا، قاتلوهم خرجوهم من ديارهم، ولما قاتلوهم وقتلوهم مثلوا بهم، أي أنهم مع كفرهم كانوا معتدين، شجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا بالقتلى مثل حمزة، وكذلك أيضا حرصوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قيل له في حقهم ليس لك من الأمر شيء. يعني هذا مع كون ما فعلوا يقال له ليس لك من الأمر شيء. إذن يجب الإنسان يستفيد أن الأمور كلها لله سبحانه وتعالى، كلها لله، وإذا عرف الإنسان ذلك فإنه يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. السادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فالأمر لله وحده، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع أو قد قطع عنه هذا الشيء فغيره من باب أولى. السابعة، قوله سبحانه وتعالى أو يتوب عليهم فتاب عليهم فآمنوا، أي هذا دليل على كمال سلطان الله وقدرته، فهؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله عليهم وآمنوا، لأن الأمر كله بيده سبحانه، وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء، ومن ذلك ما جرى من عمر رضي الله عنه قبل إسلامه من العداوة الظاهرة للإسلام، وما جرى منه بعد إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونه لا يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله، الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. عمر رضي الله تعالى عنه يعني قبل أن يسلم كان من المشركين، ولكنه رضي الله تعالى عنه أسلم، حسن إسلامه، وصدرت منه أعمال عظيمة وجبارة، استطاع بهذه الأعمال العظيمة من الإيمان الصادق والاتباع الكامل والنصرة والجهاد والتضحية والبذل، استطاع أن يسبق بعض الناس الذين سبقوه بالإسلام، أفعال عظيمة. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله ليس لك من الأمر شيء، لا يعني لا تدعو على هؤلاء، تلعنهم لا تلعنهم. ومن هنا يقال لا يجوز لعن الكافر لأنه قد يسلم، لا يجوز لعن الكافر الحي، وإن كان كافرا وهو حي، وإن كان كافرا لا يجوز لعنه. إذا كان اللعن بمعنى الدعاء عليه طرد من رحمة الله فإنه لا يجوز ذلك لأنه قد يسلم. الثامنة، القنوت في النوازل. هذا يستفاد من هذه الأحاديث، جواز القنوت عند النازلة. ما هي النازلة؟ نازلة إذا نزلت بالمسلمين شدة ونزلت عليهم مصيبة وابتلاء شديد حصل لهم، فإنهم يشرع لهم أن يدعوا الله سبحانه وتعالى في الصلوات. إذا نزلت المسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف، يدعى للمسلمين ويكون الدعاء
في القنوت. وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات، فيدعو الإنسان يقنت في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر والمغرب والعشاء، ويقنت بنوع من الاختصار، ما يقنت يعني يأخذ له صلاة العشاء 5 دقائق والدعاء 5 دقائق، لا، الدعاء يكون مختصرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه إلا للدعاء على فلان والدعاء لفلان، إما ندعو على بعض الناس يجوز الدعاء، يجوز أن يدعو عليهم، المنهي عنه هو اللعن فقط، أما الدعاء على بعض الناس وإن سماهم من المجرمين أو المفسدين فإنه يجوز له هذا. وإما ندعو لبعض الناس، إما ندعو على بعض الناس من الظلمة، وإما أن يدعو لبعض الناس من المستضعفين. وأذكر في أذكر الآن تقريبا في 92 أو 93 كان يعني بعض الإخوة الليبيين اشتكوا للشيخ رحمه الله تعالى، شيخنا الشيخ مغول، وقالوا له يعني أذينا أذية شديدة من القذافي، والآن بلغنا أن القذافي يفعل يعني كذا وكذا يفعل في ليبيا، بعضهم حتى استطاعوا أن يهربوا من ليبيا وجاءوا إلى الشيخ، إلى الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ كلم أحد الإخوة يقنت وأرشده إلى دعاء القنوت كيف يكون، فكان يدعو في الركعة الأخيرة الصلوات كلها، عدة أيام جلسنا على هذا، ولكن كان دعاء مختصرا ما كان يطول، إذا قال سمع الله من حمده قلنا ربنا ولك الحمد، قال اللهم عليك بكذا، اللهم عليك بهم، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم كن معهم كلهم يا رب العالمين، ثم ينزل الله أكبر ويسجد، ما يطول. وأنت إذا نظرت في الحديث تجد الحديث على هذا، ما كان يقنط إلا إذا دعا لزيد أو دعا على عمرو، يدعو ذا ما يطول. الآن هناك تفاصيل طويلة، اللهم عليك بدباباتهم وصواريخهم وطائراتهم ولماذا هذه التفاصيل كلها، اللهم عليك الكفار وانتهينا، ما يحتاج إلى هذه التفاصيل. والمشكلة أن الناس لو طول عليهم الإمام قرأ لهم صفحة من القرآن أو صفحتين يضيقون، وإذا قنت في التراويح أو في هذا ما شاء الله ينسجمون انسجام، وهذا خطأ ليس بصحيح. السنة هو الاقتصار على الأشياء المهمة في قنوت النازلة. وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وغيره، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا الطاعون، أي إذا نزل على المسلمين الطاعون فإنهم لا يقنتون لعدم ورود ذلك، ما ورد عن الصحابة أنهم قنتوا من أجل الطاعون. وقع في عهد عمر طاعون، إيش ما اسمه، طاعون عمواس، ما قنت عمر ولا أمر الناس أن يقنتوا. وأيضا قال العلماء فيه دليل على أن القنوت إنما يكون في الأشياء التي من الناس، يعني ظالم يظلم بعض المسلمين، كفار يهجمون على المسلمين، الرافضة يعتدون على المسلمين، أما بالنسبة للأمور التي يقدرها الله تعالى تقديرا محضا ليس الإنسان في أي تدخل، مثل الطاعون، مثل الفيضانات الزلازل، فهذه ليس فيها قنوت. مذهب الإمام أحمد، مذهبه
الذي هو المشهور من مذهبه والمعتمد أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم. الذي يقنت هو الإمام الأعظم. من هو الإمام الأعظم؟ خليفة المسلمين. وقيل هذا قول أيضا في مذهب أحمد، يقنت كل إمام مسجد، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، يقنت للنازلة كل الأئمة، يقنت للنازلة كل أئمة المساجد، هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهذا القول هو الصحيح، لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة، سنة لإمام المسجد، لإمام الصلاة، ليس لإمام المسلمين. يعني الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا هو من يصلي بالناس، ليس الذي يقتدي به هو حاكم المسلمين، لا، فهي أسوة عامة لكل من يصلي بالناس. وأيضا كثرة الدعاء، لو قلنا حاكم المسلمين معناه في كل بلد واحد يدعو فقط، ومن يصلي وراءه يؤمن، لكن لو قلنا أئمة المساجد لا شك أن هذا أكثر. التاسعة، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهم صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، الحارث بن هشام، فسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، فتسمية المدعو عليهم، تسمية المدعو عليهم جائزة. وعليه، فإذا كان في تسمية المدعو عليه مصلحة كانت التسمية أولى. إيش نقول الآن؟ يعني لو قال إنسان مثلا كيف يعني يسميهم، والله سبحانه وتعالى قد نهى نبيه عن ذلك، قال ليس لك من الأمر شيء، ماذا نقول؟ النهي عن ماذا؟ عن اللعن. أما التسمية فجائز. العاشرة، لعن المعين في القنوت، أو في القنوت، قنوت بالضم. العاشرة، لعن المعين. إن أراد المؤلف رحمه الله أن هذا أمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهي عنه فكلامه صحيح، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت ففيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك. الحادي عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشا فعمم ثم خصص فامتثل أمر الله في هذه الآية. مسألة ثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه الجنون، وكذلك لو فعله مسلم الآن. جده أي اجتهاده، اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث قالوا إن محمدا جن، يعني أنه صلى الله عليه وسلم قام بالأمر على الوجه المطلوب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى عشيرته، امتثل، لم يكن يهتم بكلام الناس ماذا يقولون عنه، سيقولون مجنون، سيقولون كذا، ما كان يبالي بهذا، المهم أنه يمتثل أمر الله ويبلغ أمر الله. والشيخ يقول ولو فعله مسلم الآن لقال عنه مجنون، يعني معنا هذا ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو أن إنسانا جمع الناس ثم قام يحذرهم كتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا مجنون. ثم إنه يجب على الإنسان أن يبذل جهده واجتهاده في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر ولم يبالي بما رمي به من الجنون. الثالثة عشرة، قوله الأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا.
فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، من هي سيدة نساء العالمين؟ فاطمة رضي الله تعالى عنها. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له توحيد وغربة الدين. صدق رحمه الله فيما قال، فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين وقاله لسيدة نساء العالمين، ثم نحن نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، وأنه لا يغني عن ابنته شيئا، تبين لنا بعد الناس عن التوحيد، لأن كثيرا من الناس يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ يتبين لنا يعني بعد كثير من الناس عن التوحيد. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في باب آخر، فقال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ المناسبة أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن الملائكة تخشى الله تعالى وتعظمه وتهابه، فإذا كان الأمر كذلك فكيف تدعى من دون الله، فكيف تدعى مع الله؟ وإذا كان هذا مع الملائكة فغير الملائكة من باب أولى. إذا كان هذا مع الملائكة الذين هم أعظم الخلق خلقة وأعظمهم امتثالا لله سبحانه وتعالى، فغيرهم باب أولى. ففي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم، بل ولا يعني وليس هو قريبا من منزلتهم. الشيخ رحمه الله تعالى أبوابه دقيقة، وقوله فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي حتى إذا أزيل الفزع عن قلوبهم، أي حتى إذا أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل، لأن الله عندما يكلم جبريل يحصل للملائكة أن يغشى عليها من كلام الله سبحانه وتعالى. قالوا أي قال بعضهم لبعض استبشارا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي يرد عليهم الفريق الآخر فيقولون: يقول الله الحق، أي قال الله الحق وهو العلي الكبير، العلي الذي له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، الكبير الذي هو كبير ولا أكبر منه وعظيم ولا أعظم منه، العلي ذو العلو، والعلو ثلاثة أقسام، العلو ثلاثة أقسام: علو الذات أي أنه فوق الخلق والخلق تحته، علو ماذا؟ علو الذات. علو إيش هذا يا أخوة؟ علو الذات أي أنه فوق الخلق، والخلق كلهم من العرش وما دونه كلهم تحته سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة ومعروفة. وهذه الصفة، صفة العلو، دل عليها الكتاب والسنة
والإجماع والعقل والفطرة، كتاب سنة وإجماع وفطرة وعقل، خمسة أدلة، خمسة أدلة إجمالية. ثم لو جينا الكتاب لوجدنا آيات كثيرات، جينا للسنة أحاديث كثيرة، جينا إلى كذلك الفطرة العقل أدلة العلو علو الذات أدلة كثيرة. علو القهر أي أنه سبحانه وتعالى فوقهم بالقهر، فهو قهرهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه الناس كلهم لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فهو هذا علو الذات، هذا علو القهر. والله سبحانه يقول في كتابه الكريم وهو القاهر فوق عباده. استنبطوا الدليل على علو القهر من هذه الآية. وعلو القدر، أنت تسمع عن صفات الإنسان المخلوقات عموما وصفات الله سبحانه وتعالى، هي تتشابه من حيث الألفاظ، الله حي والمخلوق حي، لكن هل الصفة كالصفة؟ هل صفة الله سبحانه وتعالى كصفة ابن آدم؟ لا. فإذا علو القدر صفاته عظيمة، أعظم صفاته أعظم، وهو أجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا. كل هذه الأدلة التي تدل على أن الله أعظم وأجل هو علي القدر سبحانه وتعالى. ومعنى الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة، ما هي الآية؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومعنى الآية يخبر سبحانه وتعالى عن الملائكة أنها إذا سمعت الوحي من الله إلى جبريل فزعت عند ذلك تعظيما وهيبة وأرعدت حتى يصيبها مثل الغشي، مثل الغشي. فإذا أزيل الفزع من قلوبهم أخذوا يتساءلون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق وهو العلي، أي وهو العالي فوق كل شيء الذي لا أكبر منه ولا أعظم. ويستفاد من الآية الرد على جميع فرق المشركين، لأن الله بين كيف تعظمه الملائكة وتهابه، فكيف يعبدون من دون الله هذه المخلوقات؟ إذا كانت الملائكة تعظمه وتهابه فكيف تعبد الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى، والملائكة يعني أعظم من غيرها من الخلق، فغير الملائكة من باب أولى. وفي الآية إثبات عظمة الله تعالى، وفيه إثبات الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأنهم يقولون ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، وفيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فيه إثبات العلو من أين؟ الآية، وهو العلي، العلي ذو العلو، هذا المقصود ذو العلو. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى سنأخذه في وقت آخر. الحمد لله رب العالمين.